أستاذ يوسف، الإقناع مطلوب في بالنسبة للمشاهد. يعني أنا النهاردة ما أجي أشوف الأستاذ يوسف وهبي في مسرحية تراجيدي بخرج وأنا مقتنع جدا، أما أجي أشوفه في عمل تاني على النقيض منها ممكن أبقى مقتنع برضو. إذا كان هذا النقيض جيد، مثلا أنت لو شاهدتني في بعض الكوميديات زي ميرامار، زي بيومة أفندي، زي عدة فكاهات أخرى انبسط مني، لكن لو ما تشوف حاجة ما تنتظرش من أن يوسف وهبي بيعملها وتجد أنه ما يصحش أن يوسف وهبي بيعملها فبتأسف، لكن تأكد أنك أثناء ما بتأسف يوسف وهبي بيتعذب ويتألم ألم شديد جدا، لأنه ما كانش عارف أنه النتيجة تكون كده. دليل أنه عادة في مصر السيناريوهات مش بتكون كاملة تامة، سواء النص المسرحي أو النص السينمائي. اللي حياتك أشرت إليه في بالنسبة للمسلسلات بيحدث في بعض الأفلام برضو؟ بيحدث في بعض، في معظم الأفلام. في معظم الأفلام، يعني بتخش الفيلم من غير ما تكون عارف بقية الدور إيه؟ لا، بكون عارف بقية الدور إيه، لكن ما كنتش عارف طريقة الإخراج إيه. سبحان الله، كده كده. لا مؤاخذة يا سلوسي، أنا أعرفك أيام زمان لما كنت لسه قد كده. ما هو طول عمره عايش في أوروبا، ده يدوب أخذ الشهادة من فيكتوريا كوليدج وسافر على برا، ده معاه ماجستير في الرأس يا بابا. ماجستير في الرأس، يا ما شاء الله يا ما شاء الله، عفارم عليه. وبتشتغل إيه بقى يا سلوسي؟ ولا حاجة، بابي هو اللي بيشتغل وأنا اللي بصرف. يا تيتو يا تيتو، أنت صعبان علي قوي، الله يكون في عونك. شربات يا أنكل شربات. بقى أنت يا ناسي تحسب علينا راجل، أنت مش قلت إنك جاية في القطر؟ أصل لوسي هو اللي حكم رأيه إني أجي معاه في العربية. وصح إنك تيجي مع راجل غريب؟ ده مش راجل يا بابا. ما أنا كنت